هذا المصنع الجديد لمجموعه اكسيليا اللي كينتج اجزاء ومكونات وانظمه تكنولوجيه جد معقده موجهه اساسا لصناعه الطيران والفضاء، هو كيعكس الثقه الجاذبيه والتنافسيه ديال القاعده الصناعيه المغربيه. وهذا المصنع ايضا هو يندرج في اطار تنفيذ التعليمات الملكيه الساميه للداعيه الى تطوير الاستثمار المنتج الذي يشكل اولويه وطنيه ويشكل ايضا رافعه اساسيه لانعاش الاقتصاد الوطني ولتحقيق اندماج المغرب في سلاسل القيمه العالميه وفي القطاعات الواعده التي توفر فرص للشغل لفائده الشباب المغربي وايضا فرصا لضمان اندماج سوسيو اقتصادي لشبابنا. وهو كيندرج ايضا في اطار التوجيهات الساميه بتحقيق مرحله جديده للصناعه المغربيه، مرحله اساسيه تنبني على الارتقاء في المنظومه الصناعيه في تطوير الابتكار وفي تكوين الكفاءات والراس المال البشري.